من آلاف السنين العصر الجليدي كان بيكتب آخر فصوله، الإنقراض، فترة عاش فيها الإنسان مع حيوانات عملاقة زي الماموس وكسلان الأرض. فإزاي عرف يتعايش الإنسان في الأجواء دي؟ وهل هو السبب في إنقراض عمالقة الجليد؟ وليه في كائنات عاشت في العصر الجليدي ولسه موجودة لحد دلوقتي على الرغم إن كائنات تانية ما قدرتش تكمل؟ كل ده هنناقشه في الحلقة النهاردة، الإنقراض الجليدي. فمن غير كلام كتير جهز مشروبك الدافي عز المشاهد، علشان هنرجع 15,000 سنة لورا قبل بداية الهولوسين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن العصور الجليدية وشفنا ازاي عاشت الحيوانات في البليستوسين. في الحلقة النهاردة هنتكلم عن فترة الهولوسين وهنكشف عن سر انقراض عمالقة الجليد. للناس اللي ما سمعتش الحلقة اللي فاتت، احنا بنتكلم عن العصر الرباعي اللي بدأ من حوالي 2.5 مليون سنة ولسه مستمر لحد دلوقتي. العصر الرباعي بقى بينقسم لفترتين، فترة البليستوسين اللي اتكلمنا عليها بالفعل، وفترة الهولوسين اللي بدأت قبل 11,700 سنة. فلو حابين تشوفوا الحلقة اللي فاتت، الرابط موجود في الوصف. الحفريات يا عزيز المشاهد هي الأداة السحرية اللي من خلالها بنقدر نسافر في الزمن ونكتشف أسرار الماضي، والحفرية دي بترجع لأنثى ماستدون، وده نوع من الفيلة المنقرضة قريب جدا للماموس الصوفي، وبتعتبر الأنثى دي هي آخر أفراد عائلة الماستدون. عائلة من الفيلة المنقرضة عاشت من أواخر المايوسين من حوالي 8 مليون سنة وانقرضوا في أوائل الهولوسين. ومن خلال تحليل أنياب الماستدون توصلنا لكذا معلومة. معلش يا جيو، يعني إيه تحليل أنياب الماستدون؟ ممكن توضح أكتر؟ أوي يا عزيزي المشاهد، لما العلماء قسموا أنياب الماستدون لقوا خطوط صغيرة بدرجات مختلفة، كل خط بيمثل سنة من حياة الماستدون، وكل ما الخط بيبقى سميك ده دليل على الراحة وإن السنة دي كانت مليئة بالغذاء والهدوء، وكل ما الخط يبقى رفيع بيكون دليل على معاناة الماستدون في السنة دي. فمن خلال الأنياب نقدر نعرف معلومات مختلفة زي العمر والنوع وعدد مرات الحمل وكمان حياة الأطفال، يعني كأنها بطاقة شخصية للماستدون. بس لازم نحط في الحسبان إن الأنياب بتنمو لما الطفل يكون عنده سنة أو سنتين. فاكتشفنا من الحفرية دي إنها أنثى عندها 13 سنة، بدأت حياتها كويس جدا وخلفت أول طفل وكان حالته رائعة، بس بعد كده ابتدت تخسر طفل ورا طفل ورا طفل. بعد الفرد الأول خسرت 3 أطفال. فالسؤال هنا، هل هي كانت أم سيئة ولا في سبب مخفي؟ علشان نجاوب على السؤال ده عايزين نروح لنوع تاني من الحفريات، نوع مش بينتمي لكائن منقرض لكنه عبارة عن صخور منحوتة باحترافية. وفي بعض الحفريات بتبقى من العاج الصلب وبرضه منحوتة ومدببة. الحفرية دي بتدل على شيء واحد، إن الإنسان ابتدى يجوع، والكلام هنا على السكان الأصليين لأمريكا الشمالية. واللي يثبت أكتر يا عزيزي المشاهد إن البشر كانوا بيصطادوا الماستدون هي حفرية متواجدة للماستدون محفور فيها الأسلحة البشرية دي، وده دليل قوي جدا على اصطياد البشر لعمالقة الجليد مش بس الماستدون. لكن هل اصطياد البشر كفيل بأنه يسبب انقراض للكائنات دي؟ يعني معلش، يعني الماستدون ده كان عايش لملايين السنين وعدت عليه عصور جليدية مختلفة مش عصر واحد، ده غير التغيرات البيئية، فهو قدر يتخطى كل ده وما قدرش على الإنسان؟ في الحقيقة عزيزي المشاهد العلماء رأيهم كان من رأيك، صعب إن مجموعة من الصيادين يقدروا يقتلوا العدد المهول ده من الكائنات، بالأخص إن الحفريات بتوضح إن الحيوانات دي قدرت تكمل حياتها عادي بعد وصول السكان الأصليين بآلاف السنين. فهل البشر أبرياء؟ في الوقت اللي ابتدت المخلوقات تنقرض فصيلة ورا التانية كان في تغيرات مناخية مهولة. واحدة من أكبر الأخطية الجليدية بدأت في الذوبان. ذوبان كون شلالات من المياه أكبر بثلاث مرات من شلالات نياجرا. ولو رجعنا 15,000 سنة لورا هنجد سد جليدي ارتفاعه 1600 متر من الأرض وراه كمية مهولة من الجليد المذاب. تخيل يا عزيزي المشاهد لو السد ده انهار، إيه اللي هيحصل؟ فيضان عملاق غطى الأرض. أقوى المخلوقات اللي بتعرف تعوم كويس جدا مش هتقدر تهرب من التدفق السريع للمية. طب يا جيو، إيه اللي خلى درجات الحرارة تعلى مرة واحدة وتسبب الذوبان؟ ما هي كانت مستقرة لآلاف السنين. وانت مين قالك يا عزيزي المشاهد ان ارتفاع الحرارة كان هو السبب في انهيار السد؟ ده السنجاب لما كان بيخبط بالبندقة بتاعته في التلج هو اللي عمل كده،
انت ما سمعتش فيلم ايس ايج ولا ايه؟ لا طبعا بهزر يا عزيزي المشاهد، اوعى تكون صدقت. هو انا قلت السبب في اول حلقات عصور الحياه، هي متعلقه بدوران الارض حوالين الشمس. عامه الرابط في الوصف لو عايزين تشوف الحلقه. الفكره بقى يا عزيزي المشاهد ان ده ما كانش مجرد فيضان واحد والسلامه، لا ده كان مجموعه من الفيضانات على مرور 2000 سنه. شويه الغطاء الجليدي يزداد في الحجم وبعد كده يتقلص ويرجع يزداد تاني لحد ما انتهى العصر الجليدي، وطبعا كل ما يتقلص حجم الجليد كان بيبقى فيه فيضان، وده سبب دمار وفوضى في الكوكب كله راح ضحيتها آلاف المخلوقات، لأن علماء الجيولوجيا بيتوقعوا إن على الأقل كان فيه 100 فيضان عملاق على مدار 2000 سنة. الحمد لله، يعني كده أخيرا عرفنا سبب انقراض حيوانات العصر الجليدي. بص هو مش بالظبط يا عزيزي المشاهد، عايزك تبص معايا على السجل الأحفوري لأبرز حيوانات العصر الجليدي. وحيد القرن الصوفي انقرض من 14000 سنة، أسد الكهوف انقرض من حوالي 13000 سنة، الجليبتدون والماستدون انقرضوا من 11000 سنة، الميجاثيريوم نوع من كسلان الأرض هو والسيميلادون انقرضوا من 10000 سنة، وأخيرا الماموس الصوفي انقرض من 3700 سنة. مش ملاحظ حاجة غريبة يا عزيزي المشاهد؟ أغلب الكائنات ما انقرضتش في نفس الوقت، والغريبة إن الفيضانات العملاقة حصلت من 15000 سنة إلى 13000 سنة، وفي الفترة دي ما انقرضش غير وحيد القرن الصوفي وأسد الكهوف، وده معناه إن الفيضانات كان ليها تأثير لكن مش لدرجة إنها تسبب انقراض جماعي لكل حيوانات العصر الجليدي، وإلا ما كانش في حيوانات قدرت إن هي تعيش أكتر من حيوانات تانية. طب يا جيو إيه اللي يخلي وحيد القرن الصوفي وأسد الكهوف هما بس اللي يموتوا مع إن حيوانات غيرهم عرفوا يكملوا؟ الإجابة هنا يا عزيزي المشاهد في انتشار النوعين دول ومنطقة تعايشهم. وحيد القرن الصوفي وأسد الكهوف بيعتبروا من أبرز حيوانات العصور الجليدية، لكن انتشار الكائنات دي كان أصلاً بيقل مع مرور الوقت وجات الفيضانات مخلصة عليهم، ده غير أصلاً إنهم بيتواجدوا في المناطق الجليدية أكثر من العشبية، ومن البديهي كل ما تقرب من الجليد كل ما خطر الفيضان هيزداد عليك، فعلشان كده انقرض وحيد القرن الصوفي وأسد الكهوف في فترة الفيضانات العملاقة. لكن برضو في سر غريب، إزاي الماستدون والجليبتدون عاشوا الألف سنة كاملة بعد نهاية العصور الجليدية؟ ده كمان السيميلادون وكسلان الأرض عاشوا الألفين سنة، والماموس ده لوحده قصة، ده يعتبر أكتر واحد عرف يتعايش. بقول لك عزيزي المشاهد انقرض من حوالي 3700 سنة، فأكيد في سبب تاني غير البشر والتغيرات المناخية كان وراء الانقراض. وعلشان نعرف إيه السبب عايزين نحلل طريقة اصطياد المفترسين للفرائس اللي زي الماستدون والميجاثيريوم والماموس الصوفي. يعني مفترس زي السيميلادون ايه اللي هيخليه يصطاد ماستدون؟ اكيد علشان يحصل على اكل. وانا لو مكان السيميلادون وخيروني ما بين الماستدون والماموس وكسلان الارض هختار الماستدون، لانه اصغر من الماموس وبيمتلك انياب اقصر فغالبا هيكون اسهل، وبرضه مش بيمتلك مخالب مرعبة زي كسلان الارض. ولو هيفكر في اصطياد الماستدون لازم برضه ياخد حذره، مش معنى انه اسهل من الفارستين اللي فاتوا انه فريسه في المتناول، فلازم السيميلادون يصطاد في مجموعات ويختار اكثر الافراد الضعيفه اللي في الاغلب بيكونوا كبار في السن او مصابين سواء بمرض او بجروح مسبقه. فبالنسبه للتوازن البيئي اللي بيعمله السيميلادون ده صح جدا، لانه اولا هيعرف يوفر غذاء ليه ويتعايش، وثانيا مش هياثر على جنس الفريسه اللي بيصطادها لأنه اختار فرد غالبا غير قادر على التكاثر أو دعم المجموعة بتاعته. لكن لو روحنا للحفرية دي هنجد إن في شيء غريب حصل للماستدون في نهاية أيامهم. في بعض الحفريات لإناث الماستدون بتبين تشوهات في عظام الجمجمة بتوضح إن حصل فيها بعض الكسور وتعافت منها، وحفرية الأنثى تانية وضحت إن عظام رقبتها اتصابت بعنف، ودي إصابات من الصعب أي مفترس يسببها للماستدون. وحفرية تالتة هي اللي بتحمل الإجابة لمسبب العنف ده، حفرية مثقوبة بشكل غريب أكدت للعلماء إن السلاح المستخدم هو أنياب ماستدون. وطبعا هنا كل الاتهامات هتروح على الإنسان، أكيد هو استخدم أنياب الماستدون كسلاح علشان يقتل الأفراد الأخرى. بس في الحقيقة عزيزي المشاهد الحفرية مش بتدل على كده، الحفرية بتدل إن ده سلوك عدواني حصل ما بين الذكور وبعضها، وبرضه ما بين الذكور والإناث الأخرى، سلوك غير معتاد تماما على الماستدون. هو ممكن الذكور تتقاتل مع بعض في مواسم التزاوج علشان يحصلوا على الإناث، لكن مش بالعنف الكبير ده.
ممكن يخسروا ناف في القتال، وفي بعض الأحيان في أفراد بتفقد حياتها. لكن الحفرية دي وضحت أن القتالات أصبحت مصيرية، يا تفوز وتعيش يا إما تخسر وتموت. وغير كده لو هنتفق أن القتال ما بين الذكور ده كان أمر طبيعي، إيه اللي هيخلي الذكور تتصرف بعدوانية اتجاه الإناث؟ طب يا جيو أنت دلوقتي لغوطتني، أنا مش فاهم برضو إيه اللي هيخلي حيوانات نباتية زي دول يهاجموا بعضهم بالشكل ده؟ لو رحنا للفيلة الحالية عزيزي المشاهد، هنلاقيهم في الأغلب بيعيشوا في قطعان. القطيع بيتكون من بعض الأمهات والأطفال، وفي مواسم التزاوج بينضم الذكور البالغين، وهنا الذكور الشباب ما بيكونش قدامهم فرصة أمام البالغين العمالقة، فبالتالي بيستنوا ويتعلموا لحد ما يوصلوا للوقت المناسب للتكاثر، وده ممكن يتطبق على قطعان الماستودون. لكن لما نروح لأهداف السيميلودون في الاصطياد، بنجد إن هدفه الوحيد هو اللحم والغذاء. بس لو روحنا للبشر وسألناهم إيه الهدف من اصطياد الماستودون، هيكون 3 أسباب: الحصول على اللحم من أجل الغذاء، الحصول على الفراء من أجل الملابس والدفء، والحصول على الأنياب من أجل صناعة الأكواخ وبيوت للسكن. وطبعا كل ما الأنياب تكون كبيرة في الحجم ده بيجذب انتباه أكبر. فتخيل كل المميزات دي موجودة في ذكور الماستودون البالغين، اللي في الأغلب كمان بيبقوا منعزلين عن القطيع لحد بداية مواسم التزاوج، فطبعا شيء طبيعي إن البشر يستهدفوه في كل المميزات وكمان قاعد لوحده. وزي ما تقول البشر ما صدقوا، كأنهم لقوا كنز، فابتدوا عمليات الاصطياد بشراهة كبيرة، والمعدل كان بيزداد مع مرور الوقت، لأن كل ما يصطادوا الأسلحة بتزداد والأكل بيزداد ومصادر الراحة سواء من اللبس والمسكن، وده سبب خلل رهيب في قطعان الماستودون. الذكور الشباب المندفعين لقوا مجال واسع للمنافسة، وطبعا الذكور في السن ده هرمون التستوستيرون بيبقى عالي، وده كان سبب القتالات العنيفة ما بين الذكور، والقتالات برضو ما بين الذكور والإناث. فزي ما تقول البشر ساهموا في انقراض الذكور البالغين، اللي بدوره خلى باقي الأفراد يخلصوا على بعض. فلو جينا نشوف 2 من الصيادين، هنلاقي ان السيميلودون كان بيصطاد لكنه ما عملش اي خلل في البيئة، على عكس الانسان اللي سبب كوارث مهولة ادت لانقراض جنس بالكامل. بعد 1000 سنة من انقراض الماستودون، انقرض اخر انواع كسلان الارض، الميجاثيريوم. فتخيل حيوان زي السيميلودون كان متاح امامه اصطياد وحيد القرن الصوفي والميجاثيريوم او الماستودون مع الجليبتودون والماموث، كل دي فرائس كانت على قائمة غذاء السيميلودون. فجأة يتبقى منهم الماموس الصوفي فقط وكل الباقي ينقرض. فطبيعي جدا نجد مفترس من أهم المفترسين في العصور الجليدية أعداده بتتراجع بشكل كبير، لحد ما ينقرض تماما بسبب قلة الموارد الغذائية والمنافسة العالية مع الصيادين البشر، لأنهم أكثر ذكاء وتطورا من ناحية الاصطياد عن السيميلودون، وكمان عندهم مجال واسع من المصادر الغذائية. لكن السيميلودون كان لازم يتغذى على البروتين الحيواني، فبسبب الظروف القاسية دي انتهت حقبة القطط ذات الأسنان السيفية تماما من 10,000 سنة، فترة كانت مليئة بالانقراضات لفصائل مختلفة من الثدييات سواء كانوا نباتيين أو مفترسين. البشر انتشروا كوباء في الأرض أنهى على عمالقة الجليد، حيوانات عرفت تتعايش لسنين طويلة، لكن لما يحصل خلل في النظام البيئي لازم يصاحبه انقراض للحيوانات. ده حتى الماموث الكولومبي انقرض تقريبا في نفس الوقت. لكن على عكس الحيوانات دي، في كائنات عرفت تتعايش وتتخطى كل المشاكل البيئية واصطياد البشر. مخلوقات وصلت انها تتكيف بشكل مذهل لدرجة انها لسه عايشة معانا لحد دلوقت. ومن اهم الحيوانات اللي عرفت تعمل ده كانت الضباء وثيران البايسون. التكيف مع القدرة العالية على التكاثر سمحوا للفصائل دي إنها تنجو. أنواع تاني مختلفة من الغزلان الصغيرة ضافت طريقة جديدة للتعايش مع موجة الانقراض، وهي الهروب عن طريق الجري السريع. خلال العصور الجليدية عرفوا بشكل ممتاز يستغلوا السرعة في الهروب من المفترسين، لكن الصيادين البشر اختلفوا تماما عن المفترسين الطبيعيين، وده بالفعل أثر على الغزلان. لكن البعض منهم عرف ينجو من خلال المرونة والسرعة في الجري، ومع الاهتمام بالتكاثر الدائم عرفوا يتخطوا حقبة اصطياد البشر. في بقى أنواع فضلت إنها تعيش في المناطق القطبية في البرد القارس بعد انتهاء فترة الفيضانات العملاقة. القطب الشمالي أصبح ملجأ لفصائل كتير، ملجأ تميز بظروف مناخية سيئة جدا من البرد القارس والعواصف المستمرة، لكنه كان بعيد عن خطر الصيادين.
وده ممكن يودينا لأشهر حيوانات العصر الجليدي، الحيوان اللي بيعتبر الأبرز ورمز من رموز العصور الجليدية، الماموس الصوفي. ده من أفضل الحيوانات اللي عرفت تستغل عدم وصول البشر للمناطق الباردة، تفوقه على الماستدون والماموس الكولومبي اللي عاشوا في المناطق العشبية لكنهم نسيوا خطر الصيادين. الماموس الصوفي بقى استغل نقطة تحمله للبرد القارس وسافر للقطب الشمالي، لكن ده برضه كان ليه عواقب. في شمال سيبيريا جزيرة اسمها رانجل، الجزيرة دي بتحمل إجابة ليه الماموس انقرض، على الرغم من إنه عاش لآلاف السنين بعد انقراض أغلب الحيوانات اللي تعايشت معه، لأن الجزيرة دي عزيزي المشاهد هي موطن لآخر أفراد الماموس الصوفي على الإطلاق. حرفياً العلماء كانوا بيتمشوا على الجزيرة وبيلاقوا حفريات الحيوانات بكل سهولة، خصوصاً حفريات الماموس، بيلاقوا العظام موجودة على سطح الأرض أو مدفونة بعمق بسيط. لكن الصلة اللي جمعت كل الحفريات إن حجمها كان صغير، وده غريب على الماموس الصوفي اللي بيعتبر من أضخم حيوانات العصور الجليدية. فإيه السبب وراء التراجع في الحجم؟ وهنا يجي دور البشر من تاني. بعد ما وصلوا لجنوب الجزيرة من حوالي 2000 سنة قبل الميلاد، قتلوا آخر فصائل الماموس، اللي على الرغم أنهم تميزوا بالقزامة والصغر في الحجم، ده ما منعش البشر من اصطيادهم. ودي كانت آخر مرة يتقابل الإنسان مع حيوان مذهل زي الماموس الصوفي. وعلى الرغم أن العلماء وصلوا للنخاع من أحدث الحفريات اللي بترجع للماموس وبيحاولوا يستخدموا الدي ان ايه علشان يرجعوه تاني للحياة، إلا أن كل المحاولات فشلت، وده أمر طبيعي جدا، لأن مستحيل الإنسان مهما كان متقدم في علمه أنه يقدر يوصل لإبداع الله في الخلق. وعايز أوضح نقطة مهمة، الانقراض الجليدي حدث بسبب تتابع لأحداث مجمعة من التغيرات البيئية اللي زي الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة واختلاف أنواع النباتات، ده بالإضافة لاصطياد البشر اللي لو كان محجم شوية كان ممكن الحيوانات تعرف تتعايش، لكن للأسف طمع الإنسان كان بيزداد مع مرور الوقت، وده كان السبب الأكبر في الانقراض. وآخر نقطة مهمة هي إن البشر المذكورين في الحلقة دول بشر عاديين جدا، مش أنواع متطورة من الأصل اللي بيجمعنا مع القردة. وأنا لا أؤمن تماما بتطور الإنسان، وبرضو لا أؤمن إن إحنا والقردة جايين من نفس الأصل، أنا حبيت أوضح لحسن حد من المشاهدين يختلط عليه الأمر. وأخيرا لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك علشان نستمر في نشر الحلقات الجديدة، وطبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم حلقة القطط الكبيرة من قردة. ولو اشتركتم في القناة التانية ده يبقى أحلى واجب بصراحة، لأن هناك برضو هنتكلم عن أفلام الديناصورات والأفلام المتعلقة بالعصور الجليدية. بشكرك جدا يا عزيزي المشاهد على وقتك، كان معاكم جيو وسلام.